دشنت السلطة المحلية بمديرية الشحر المدرسة الحضرمية للتأهيل والتدريب الرياضي ضمن أكاديمية الشرارة الرياضية بالمديرية. وفي حفل التدشين أشاد المدير العام لمديرية الشحر بالجهود التي تبذل من قبل إدارة الأكاديمية تجاه شباب ومواهب المديرية في المجال الرياضي، مشيدا بتدشين المدرسة الرياضية. من جانبه أبدى المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي دعم ومساندة مكتب الوزارة للأكاديمية لمساعدتها على تحقيق مصفوفة أهدافها، ومنها إعداد جيل كروي يرفد أندية المحافظة والمنتخبات الوطنية مستقبلا. طبعا نحن في مكتب وزارة الشباب والرياضة دائما ندعم ونساند مثل هذه المشاريع الحيوية، خاصة أنها تهتم بالشباب، تهتم بالنشئ وتحسن من مستواهم الفني، ويكون هناك لهم ملجأ آمن لتفريغ شحناتهم الرياضية، وأيضا يستفيد منهم الأندية الرياضية سواء كان في مديرية الشحر أو مديرية ساحل حضرموت. الأكاديمية وضعنا لها منهاج، طلب منا وضع منهاج ووضعنا منهاج لفئات تستهدف ثلاث فئات، الفئة الأولى من 9 إلى 11 سنة، والفئة الثانية من 12 إلى 14 سنة، والفئة الثالثة من 15 إلى 17 سنة. هذه الفئات طبعا ستتعلم مجموعة من مجالات التعليم الذي ينمي أفكار ووعي الطلاب الرياضي والثقافي والسلوكي ما بين أفراد الطلاب بالأكاديمية، والذي من خلالها ينبثق كادر وارد أو رافد لإدارة النادي في مدينة الشحر. طبعا تدشين هذه الأكاديمية سيضم مجموعة من كوكب من الشباب المتعلمين بالثانوية وبالموحدة أيضا.